هاد السيدة عندها نزاع مع محامية ومحامية، واش ما عندهاش حقها في الدفاع؟ واش ما عندهاش حقها في انها تكون كمواطنة كباقي المواطنين؟ هي واحدة من الرعايا ديال جلالة الملك، سبق لها خرجت في فيديو ناشدت الملك نصر الله ونجدت نقيب المحامين ديال الدار البيضاء، ولكن ما لا حياة لمن تنادي. اننا تقدمنا بطلب الصراحة المؤقت لثلاثة الاسباب. اولا سبب قانوني، هذاك طلب الصراحة كيمكن نقدموه في اي لحظة وفي اي حين وفي اي وقت وفي جميع اطوار المسطرة، ما كاينش ما يمنع اننا ما نتقدموش به. هذا السبب الاول. السبب الثاني كان سبب وجيه مرتبط بجلسة عندها ديال النسب، ومرتبط بالوضعية ديال البنيته ديالها اساسا طفلة. تعلمون من خلال الموقع ديالكم ومن خلال الرأي العام ما تتقوم به الدولة والمجتمع في قضية الطفل، في قضية الأسرة، في قضية المرأة. ولذلك هاد السيدة خلت ابنتها ديالها رضيع، والحليب ديالها قلت لها في الثدي ديالها، وقد يترتب عن ذلك مضاعفات لا قدر الله خطيرة. نبهنا لهذا الأمر. هذا لا ما يقول زعما شي واحد ولا راه في السجن كيمكن، وسيدي كنتي تعتقلها ببنتها، عطيها البنت تاهي تمشي معاها للسجن. ولذلك انا طالبت يا اما يطلقوها اما يديو ليها البنت. ما عنديش انا مشكل، ولكن عندي مشكل في الحريه ديالها مرتبط بالقضيه ديال هذا النسب. وثانيا هاد السيده عندها نزاع مع محاميه ومحاميه، واش ما عندهاش حقها في الدفاع؟ واش ما عندهاش حقها في انها تكون كمواطنه كباقي المواطنين؟ هي واحده من الرعايا ديال جلاله الملك، سبق لها خرجت في فيديو ناشدت الملك نصر الله ونجدت نقيب المحامين ديال الدار البيضاء، ولكن ما لا حياة لمن تنادي. الشيء اللي جعلها تقدم بدعوة النسب، ولما تقدمت بعد دعوة النسب تم تركيب هذا الملف والايقاف ديالها بواحد الطريقه تشكوكيه. هذا الشيء غنقولوه في الموضوع، لا نخجلوا من ذلك. حنايا مؤمنين ببراءة الموكلة، وما كنطلبوا حتى واحد منهم يمنع علينا بشي تنازل ابدا. بغينا براءة هذه السيده، وبغينا القرار بالنسب بالنسبه لديك الطفله، لان ما يهمني هو الطفله. واقول للطرف الاخر، اليوم الطفله عندها 8 سنين، غدا غيكون عندها 18 عام وتكبر. لا اليوم عندها 8 شهور، عندها 8 شهور، غدا غيكون عندها 18 سنه. حشومه وعار، حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.